اخوتي اخواتاتي، السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم كوكو. عرفت باني تعطلت عليكم شي شويه باش ندير لكم فيديوهات، كانوا شي ظروف عندي ما سمحوش ليا باش ندير لكم هذه الفيديوهات. اليوم ان شاء الله جبتكم باش نديروا واحد الدوره في منطقه زاويه الشيخ باش نشوفوا جميع ديال الزيتون والجنانات، لان دابا في هذا الوقت راه هي لا سيزون ديال العصير ديال الزيت. دونك تابعونا مورا الجينيك باش تعرفوا اكثر على هاد الشيء اللي هو جمع الزيتون الطحن ديالو في المطاحين. فوالا، دونك نشوفو مورا الجينيريك. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا، كنبغي نشكر السي الحاج عزيز اللي خلاني نصور في الجنان ديالو، والسي سعيد التوصيل اللي تا هو خلانا نصورو في المعصره ديالو، وشكرا لهم. دابا الحاجه الناس هي كتصوبوا فيها باش يدوز فيها الماء، ياك اجي يدوز الماء يجبدكم. دابا راه خدام فيها نتوما، دونك كتجي بحال هكا وكدوز من هنا. هذا هو الماء اللي كيجي كوليكتيف، كيمشي من هنا وعاد كيمشي للساريج لهي الناس باش كيسقيو كيسقيو. كيف كتشوفوا هنا السيد مول الجنان دار غوطا غوط باش يسقي هاد الزيتون ديالو، لان في هاد المنطقه هادي كانوا الناس كيسقيو بالساقي عادي، دونك كيكون واحد لا بيرت دو بزاف كثيره. السيد دار كوتا كوت ودار ساريج تاع الماء باش يقدر يسقي الزيتون ديالو في يامات العاديه. فوالا، دونك هذا هو اللي كاين، كيديروا دونك ساريج هنا، وهنا الساريج تاع الماء كيجي كيمشي الماء للداخل وكيبدا يسقي به الجنان ديالو ديال الزيتون. الزيتون ها الزيتون ها هو تبارك الله. كنصور كنصور كنشوف هذيك الصحة. زين 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 هادشي تبارك الله زين، خمسة وخميس عليها. حنا كنشوفو دابا هنا الزيتون هو مجموع هنايا، كيطيحوه كيتجمع هنا وعاد كيديرو في الصندوق، كيديرو في صنيدقات. كاين واحد السيد كيجمع فيه دابا، كيجمع فيه دابا. السلام عليكم. السلام. هذا السيد كيجمع فيه كيف كتشوفوا، هذا هو الزيتون تبارك الله زين. خيرات البلاد ديالنا المغرب، على خيرات البلاد. ها سنحافظوا على التراث وهذا الشيء، مهم بلادنا يبقى هذا الشيء والاجيال ديالنا. ها انتما تما الزيتون تبارك الله، كاين خير موجود في البلاد. هاد المنطقة معروفة بالزيت ديالها، سميتها إزموين، جات جماعة زاوية الشيخ. هانتوما تبارك الله، شوف شحال كاين هنا ديال الزيتون. الناس باقي عندهم الزيتون، عاد خصو يتجنى ويمشي يتعصر في المعصارات في المنطقة هنايا. دونك كيف شتو راني وريتكم دابا الزيتون كيف داير، هو زيتون زوين. دونك نتمنى بانه تجيو هاد المنطقه وتشجعوهم تشرو من عندهم الزيت ديالهم بالثمن ديالو الاصلي الحقيقه، بلا ما تشطروا تعاونوا هاد الناس، لان هاد الناس مساكن راهم هذا هو العيش ديالهم، كيعيشوا من هاد الزيتون والخروب. دونك خصكم تجيو هاد المنطقه تشرو منها الزيت وتشجعوهم. او فوالا شي اللي كاين هاد الساعه. هما زارعين هنا ما بين الزيتون وشوية الزرع فارينة وداك الشيء كيف كتشوفو هنا. دابا كنتمشاو في الطبيعة، ما نقولش لكم الهواء اللي كاين تبارك الله زين بزاف، منطقة جبلية. فوالا ديور مخربين قدام ديال الناس اللي كانوا. ها هو السيد كيجبد الزيتون من الشجرة. السلام عليكم. الله يسهل. مسكين اوكي تماعش الله هو في هاد البلاصة. ها كنشوف ها كنشوف كيخدم كيطيح الزيتون كيف كتشوفو، واحد القصيبة كيطيح بها الزيتون وعاد كيجمعو. دابا هاد الزيتون ها هو كيف كتشوفو هنا صالح للعصير. هادي هي الساقية ديال الماء اللي كيمشي من الماء باش كيسقيو بيه الجنانات.
كيف تشوفوا ها هو المخاد يجي من الجبل، يجي من الجبل كيف شفتوا معايا. سميتو الناس كي كيجنيو الزيتون ديالهم، بعد ما كيجنيو عاد كيديروه في الصنادق وعاد كيديوه للمعصرة باش كيتعصر. انا غادي نوريكم واحد الناس كيجنيو من التيساع، دايرين الصور ما دونك ما نقدرش شي كثر، نشوف الناس اللي بغا يخلينا ندوزو عامة. هما هادو هما غادي نوريكم دابا كي سميتو كي شمعو الزيتون ديالهم. بقاو معايا باش تشوفو. كيف كتشوفو الهيك راه هما كيبان ليكم دوك الناس كيجمعو. هذا هنا كيبان لكم راهم خدامين الاتساع، كيبان لكم كينقيو الشجرة من الزيتون وكيجمعو. ما نقدرش كيف قلت لكم دابا حنا جينا للمعصرة، غادي نشوفو ان شاء الله هاد المعصرة هاهي غندخلو ليها ان شاء الله، اسمها معصرة الزيتون. كتشوفو هنا معصرة الزيتون، عصارة الزيتون ايت ويريا ويرا ايت رحيل. هذا الرقم التليفون ديال السيد اللي بغيتو تتواصلو معاه، عندو الزيت اللي بغيتوه تاخد الزيت ديالكم. هنا كيكون الزيت يدخل من هنا، هنا كتجي كتبدا تجبرو الصنادق ديال الزيتون هما محطوطين هنايا باش يدخلو للمعصرة. المعصرة كتدخل ليها هنايا بسيط كيف دايما. هنا كيف كتشوفو هنا كتحط الزيتون يدخل في هاد الرحال هنايا. كتطحن كتخرج هنايا كيف كتشوفو، هي الزيت مطحونة هنا. بعد كدار في هاد الشيء سيركيلار بحال هكا، كتجي عاود تعصر هنا، ومن بعد عاد كدوز في هاد الماكينة كبيرة اللي هي اللي كتبدا في العصير ديالها. شحال كياخد ديال الوقت باش يتعصر دابا هادي؟ شحال ديال الوقت كياخد؟ شحال كياخد ديال الوقت باش كيتعصر دابا؟ اش كيطلع؟ 45 دقيقة. 45 دقيقة؟ عاد كت وعاد تاني تهبطو بيه. أنا قلتو ليك؟ الله أكبر. 300 300 ماكسيموم ديالو 300 300 ديال البريسيون صافي عاد كتسميتو. من بعد ما كيتعصر الزيت كيجي لهنا، هنا كيبدا يدي كونتا، كيبدا يدي كونتا وفي هاد البلاصة بالضبط كيبدا يخرج هنايا المرجان، كيخرج الماء وداك الشيء ديال كيبقى شيط. من بعد كيتبومبا وكيدوز هاد الماكينة هادي الأخرى هادي، هاد الماكينة كتخرج لي باقي شوية ديال الماء وكتصفي أون ميم طون، وكتبقى تقطع تماك الزيت. بعد ما كيتساليو هداك الشيء كياخدوه كيديروه في هاد لي فو هنا كيف كتشوفو، ومن بعد كيديروهم في لي فو كيبداو يخويوهم في القراعي كيف كيدير هاد السيدة. هو دابا هنا كاينة بومبا كيبدا يعمر في القراعي ديال الزيت هنايا كيف كتشوفو. ها هو الزيت كيعمر الزيت، هذا هو اللي كاين، هذا هو الزيت كيفاش كيدار المرحلة ديالتو. المرحلة طويلة ولكن مزيانة. وهنا كنوصلو للأخر ديال سميتو، هذاك الشيء اللي كيبقى شيط من الزيت كيولي هو كيتلحن وكتعود يتستعمل. فيطو كيتسمى الفيطو. دونك ياخدوه بحال دابا صحاب لو سيور وداكشي كيعود يشدو كيعود يطحنو يخرجو منو الصابون، يخرجو منو العجب ديال عجائب. حتى حاجة ما كتضيع في الزيتون، كل شيء كيتستعمل. انتم كتشوفوا دابا هاد الكركور كيتعاود يتشرى وكيمشي. السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، كنقدم لكم السيد مول المعصرة اللي دخلنا عندو درنا فيديو صغير خفيف على مثلا نخليه يقدم نفسه وفي كاينه بالضبط المعصره وفوالا. دونك اسمك الله. السلام عليكم، سعيد الطوسي، مشرف على معصره ايت ويرا اللي كتواجد ما بين زاويه الشيخ والقصيبه، يعني السونتر ما بين زاويه الشيخ والقصيبه. والحمد لله هذا العام كاين الزيتون، كاين الوفره ديال الزيتون، ولكن كاين شويه ديال الثمن ناضوا، لان كاين شويه ديال الثمن لان الروندما في الزيت ما كايناش نظرا لقله التساقطات، وهذا اللي جعل الزيت انها طلع في الثمن. وما كل كان التساقطات وكان العام زوين راه غادي تكون غيكون روندما ويكون زيت شويه في متناول الجميع. حنا ما كرهناش يكون الزيت طاح في الثمن
باش كل شيء ياكلها، ولكن الغالب الله حنا ما كرهناش. من غير الزيت كديروا شي حوايج اخرين تاهم؟ لا لا، الزيتون هو اللي كيدير الموسم، غير ندوز الزيتون صافي. هذا هو تقريبا المده ديالها شحال؟ المده ديال شهرين 3 شهور، على حساب على حساب الوفره ديال الزيتون كل عام. و الا كان مثلا الزيتون والد راه كتكون شويه المده طويله، كان كان ما كانش الانتاج كتكون المده ديال كدام اكتوبر ولا شحال؟ بحال تتبدا في شهر، كنبداو من شهر 11 حتى لواحد شهر واحد كتسالي، شهر واحد كتسالي. هذا هو اللي كاين، وتنشكركم ومرحبا بكم عندنا، وهذا نهار زوين ان شاء الله. الله يبارك خوتي خواتي. هذه المعصره جات من هنا كيف كتشوفوا من هنا، هذه الطريق اللي كتجي من ديريكتوما من زاويه الشيخ. كاين واحد الطريق كتجي من زاويه الشيخ وكتادي لهاد المعصره اللي كنهضروا عليها، او ميم طون كاين الطريق كتجي من هنا من القصيبه. راك تيجي من القصيبه، كتجي كمل القصيبه ديريكتومون من هنايا، دونك كتجي عدد السيد هنايا. وكاينه واحد الطريق من هنايا، كاين واحد ستوب لهي شي شويش واحد 100 متر راه كيبان لهي. هذيك كاين واحد الدخله كتدخل من على الدخله ديال دوار ازموين، كتدخل عليه كتجي من الطريق الوطنيه 24 رقم 20 وكتجيو لهنايا. دونك خوتي قبل من نهايه هذا الفلوق ديالنا، نطلب منكم ديروا لنا لايك، ديروا لنا ابوني، وتكليكيو على الجرس باش يجيكم ديما الجديد ان شاء الله. شوف هاد العين، قال كاين واحد شي عين هنايا جات في ما بين زاويه الشيخ و قصيبه دوار ازموين. ما نضرش حاجه زوين هنا. شوف هاد العين هنا، وشوفوا هاد المنظر هنايا كي داير تبارك الله. هي كتبان ليكم هذيك البلاصه من اللي هي جيت ازاخ يقولوا ليها، جيتنا واحد قصب التادله ومن هي الفيق قدام خريبكا وداك الشيء. ها كاين الحمير، كاين الحيوانات، كاين كل شيء هنا. العين هنا كتبان لكم كتصب من تحت، ها هي كيصلحوا فيها. السلام عليكم. ها العين جايه من الشبل. الو هاد العين كتجي من دابا تجي ليها، كتجي ليها من الطريق اللي كتجيك من زاويه الشيخ اللي غادا القصيبه. كاين واحد الدخيله من لهي كتدخل معها عقيبه وكتهبط وكتجي لهنايا. خوتي خواتاتي، حتى لهنا كيسالي الفلوق ديالنا. كنتمنى بانه كان نال الاعجاب ديالكم، وشتو كيفاش كيتجمع الزيتون من الشجر كيتشنا. ومشينا درنا دويره عند السيد اللي عنده المعصره، دخلنا المعصره شفنا كي دايره، وشفنا عطانا واحد التفسير على كيفاش كيدال العصير وقتاش كيتعمل وشنو هما فوائد ديال الزيت. دونك نتمنى بان هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في حلقه جديده في قناتكم مول كوكو، والى اللقاء ان شاء الله. مع السلامه.